بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جاي اتكلم معاكم يا جماعة عن 7 معلومات تهمك. ايه هم 7 معلومات اللي يهموني دي يا دكتور احمد؟ اول حاجة نبدأ بالنصيحة الاولى، تناول الخبز الاسمر افضل من تناول الخبز الابيض لاحتواء الخبز الاسمر على الفيتامينات والمعادن والالياف الغذائية. يبقى تناول الخبز الاسمر افضل من تناول الخبز الابيض لاحتوائهما على الفيتامينات والاملاح المعدنيه والالياف المهمه لصحه الجسم. دي كده رقم 1. النصيحه الثانيه، الاطعمه الطازجه افضل من الاطعمه المعلبه والمحفوظه لخلوهما من المواد الحافظه والمضافه. وطبعا الحاجات دي كلها كلنا عارفين بلا استثناء ان لها بلاوي سوداء. تالت حاجة ممكن نتكلم فيها بشكل مستمر، نقدر نقول ان تناول الاطعمة الغنية بفيتامين سي، تناول الاطعمة الغنية بفيتامين جيم او فيتامين سي بيزيد من امتصاص الحديد، وبالتالي بيزيد من مقاومة الجسم من نقص الحديد، وبالتالي يقي من الاردفشنس انيميا او انيميا نقص الحديد. الناس اللي بتعاني من هبوط مستمر، الناس اللي بتعاني من ارق مستمر، الناس اللي بتعاني من صداع مستمر، الناس اللي بتعاني من ارهاق مستمر، السبب الرئيسي عندهم انيميا، والحاله دي بتجيلنا في العيادات كتير جدا. اردفشنس انيميا بتجيلنا كتير جدا في العيادات. فانت تقي نفسك من هذا ان انت مثلا وليكن فيتامين سي، كوبايه برتقال، كوبايه عصير ليمون، الحاجات ديت ممكن ناخدها مع الوجبات بشكل مستمر علشان نحسن من امتصاص الحديد من الاكل بتاعنا، وبالتالي نقي انفسنا من الانيميا. دي كده النصيحه رقم 3. النصيحه رقم 4، شرب الشاي اثناء او بعد تناول الطعام ضار جدا لانه بيقلل من امتصاص الحديد، وبالتالي الجسم بيكون عرضة للأنيميا. إذا كان لابد يجب تناول شرب الشاي يكون بعد الوجبة بساعة أو ساعة ونص حد أدنى، يبقى كده اتكلمنا. يبقى احنا دلوقتي لو احنا من الجماعة الحبيبة الشاي وعايزين نشرب شاي أو قهوة أو نسكافيه أو أي مشروب من هذه المشروبات، حاجة أي حاجة فيها كافيين، يبقى لازم نخلي بالنا من نقطة مهمة جدا، إن احنا لما نيجي نشرب الشاي أو القهوة أو النسكافيه ما نشربهمش ساعة الأكل أو بعد الأكل. شربهم يكون دائما بعد الأكل بتاعنا بساعة ونص حد أدنى. يبقى دي كده النصيحة رقم 4. قلنا الخبز الأسمر أفضل من الخبز الأبيض، اتكلمنا قلنا الأطعمة الطازجة أفضل من الأطعمة المعلبة، قلنا عدم الإفراط، دي مش قلناها، عدم الإفراط في تناول المشروبات الغازية، أو ما تشربش مشروبات غازية أصلا يعني. فالمشروبات الغازية ليس بها أي قيمة غذائية بل ضررها أكتر. يعني أغلب الناس اللي بتعاني من مشاكل مستمرة في القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين كله بسبب الإفراط في مثل هذه المشروبات. وإذا كان لابد يعني يا جماعة، وحتى الناس اللي عايزة تزيد، الناس اللي عايزة تنزل في الوزن، طول ما أنت بتشرب مشروبات غازية فرصة إن أنت تنزل في الوزن ضعيفة. يبقى أنا كده تكلمنا عن المشروبات الغازية، قلنا المشروبات الغازية بلاها، لو محتاجين اشرب شرب المية، ويا سلام على شرب المية. اتكلمنا عملنا حلقات كتيرة جدا نتكلم عن شرب المية وفوائد شرب الماء، وقلنا ان 70% من الجسم مية، 90% من الدم مية، اي حاجة تحط فيها مية تمشي وتسير كده حاجة جميلة قوي. فشرب المية ليس فشرب المية صفر سعرات حرارية، قيمة غذائية عالية جدا، تنشيط العمليات الحيوية في الجسم كله، يعني حاجة جميلة كده. الناس اللي عايزة تنزل في الوزن شرب المية بس، مش بنقول الإفراط ولا التفريط. ناخد احتياجنا، نقسم الوزن بتاعنا على 8 يطلع لنا عدد أكواب المية اللي احنا محتاجينها يوميا. يبقى شرب الماء هو الأفضل على الإطلاق في من أي مشروبات غازية أو عصاير محلاة، ويفضل لو هناخد عصاير أو كده تبقى عصاير فريش وطازة. يا سلام، الحاجة وهي طازة لا تقاوم يا صديقي. يبقى احنا كده تكلمنا عن تناول الأطعمة، تكلمنا عن المشروبات الغازية او المحلاة البعد عنها كل البعد، وشرب المية افضل هو الافضل على الاطلاق. تكلمنا عن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي عشان نقي انفسنا من الانيميا، نتيجة لان الجسم ما بيقدرش ان هو يمتص الحديد عند هضمه كنتيجة لكل فيتامين سي، فمحتاجين ان احنا ناخد فيتامين سي مع الوجبات بتاعتنا، زائد المناعة بتاعتنا تزيد شوية. بص، في برضو معلومة تهمنا كلنا، المعلومة رقم 6 بقى، اللي هي تناول البقول والحبوب
في وجبة واحدة يرفع من القيمة الغذائية للبروتين بتاع الاثنين. يبقى تناول البقول والحبوب في وجبة واحدة بيرفع من القيمة الغذائية لبروتينهما معا، ويجعلهما أفضل في الهضم والتمثيل الغذائي وأقرب إلى القيمة الغذائية من البروتين الحيواني. طب وده ممكن نعمل زي ممكن نمثل الموضوع ده بطبق الكشري المصري. أنصحكم كلكم تأكلون الكشري يا أصدقاء. النصيحة الأخيرة ورقم 7، نقول تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم كل يوم مهمة جدا. كل يوم دي بيساعد الجسم ان هو ياخد مخزونه، حتى ما تيجي تكبر في السن ما تلاقيش عندك هشاشة عظام. ليه؟ الناس بيبقى عندها ضعف في الكالسيوم نتيجة نقص الكالسيوم، ما عندناش المصنع اللي بيخزن كالسيوم في الجسم ما فيهوش كالسيوم، فتكون عرضة للإصابة بهشاشة العظام والأمراض العظام المختلفة كنتيجة لنقص الكالسيوم. فتناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم كل يوم يساعد الجسم ويقيه من هشاشة العظام، خاصة عند ما تكبر في السن. نقول نصيحة كمان ولا خلاص كده؟ كده خلصنا الحلقة بتاعتنا. لو حسيت ان انت استفدت اضغط لايك دلوقتي حالا، او اضغط ديسلايك لو المعلومات مش عجبتك، او كما تحب بقى. انا كده قمت بدوري وقلت لكم السبع نصايح المهمة اللي احنا نخلي بالنا منهم قوي، لان المشاكل اللي بتقابلنا كل يوم في العيادات بتحتم علينا ان احنا نوعي الناس بشكل مستمر، ونعرفهم ايه الحاجات اللي احنا المفروض نمشي عليها بشكل مستمر علشان نقي نفسنا من هذه من الامراض المزمنة. يبقى تيجي نراجع كده بسرعة كده، قبل ما نراجع كده بسرعة الحاجات اللي احنا قلناها بشكل سريع. قلنا الخبز الاسمر افضل من الخبز الابيض. تاني حاجة الاطعمة الطازجة افضل من الاطعمة المعلبة والمحفوظة. عدم الافراط في تناول المشروبات الغازية او المحلاة صناعيا، لان ده هيسبب لنا التخن. رابع حاجة اتكلمنا عن تناول الاطعمة الغنية بفيتامين سي علشان نقي نفسنا من ضعف امتصاص الحديد، وبالتالي نقي نفسنا من الأنيميا التي تحدث في كل بيت مصري تقريبا. شرب الشاي أثناء أو بعد تناول الطعام مباشرة خاطئ جدا، ويفضل شرب الشاي دائما يكون بعد الوجبات بساعة ونص حد أدنى، من ساعة لساعة ونص حد أدنى. تناول البقول والحبوب في وجبة واحدة يرفع من القيمة الغذائية للبروتين بتاعهم، حتى ممكن يساوي القيمة الغذائية للبروتين الحيواني. آخر نصيحة قلناها، تكلمنا عن تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم كل يوم تقريبا بيساعد الجسم ويقيه من هشاشة العظام خاصة في الكبر. وبكده تكون خلصت الحلقة بتاعتنا النهاردة. اضغط بقى لايك يا حبيبي، شارك الفيديو مع اصدقائك وحبايبك، فدل على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عندكم اي تعليقات برضو انزلوا تحت كده في البتاع تحت بشكل مباشر في التعليقات، وان شاء الله رب العالمين هنرد على كل اسئلتكم، ومش هنسيب حد يبقى خارج من القناة بتاعتنا دي زعلان، فما تزعلونيش بقى. وعايزين نوصل يا عم، انا اراضي، عايزين نوصل يعني، عايزين ناخد بس يا عم 100 لايك كده، ادعموني بس، انا عايز اشوف 100 لايك كنتيجة يعني ان احنا بنعمل محتوى وبنكون حريصين ان احنا نديكم معلومات قيمة بشكل مستمر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم بصحة وعافية.